الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. البسر يتعلق والخشاش يطيح، مثل من الأمثال الجميلة اللي تصب في مكارم الأخلاق والأخلاق والمعادن الناس الطيبة. البسر طبعا نتكلم عن نخلة هني، منقول بسر يعني نخلة. فالنخلة أول ما تسوي شيء اسمه طلع. أول شيء النخلة تطلع تفعى، عقب يحطوا لها نبات تسوي حبابه، عقب الحباب يستوي خلال، عقب الخلال يستوي بسر. البسر هو المرحلة اللي قبل نضوج الرطبة عشان تستوي الرطبة ترطب. عقب طبعا البسر تستوي علومة، عقب تستوي جارينة، عقب الرطبة، عقب تمرة. فهني هو يقول البسر طبعا يوم يسوونها مثل ما تشوفون في العالم كله، تعقد الشير اي هو يعق بعض الاشياء مثل الهنبة تنترس كلها ورد وتسوي وايد، عقب يجي موسم هذا الهواء قبل لا يعقد الهنبة ويعق منها وايد وتقول طاحت الهنبة، لان لو ما يطيح منها ما تروم تشله بتكسر. نفس الشيء العضق يسوي خشاش يسمونه، يطيح هي بس ويطيح عشان يخف على العضق روحه سبحان الله من هذا. فهم هني شي يضربون لك مثل عن الناس الطيبة، البسر يقبض أما اللين والله أنهم نص نص يطيحون ما يلسون. فدائما يقولك في المواقف ما يوقف إلا الولد الأصل، إلا الريال، إلا الزين. والأصل في كل جنسيات ترى، مو بس محلي، لا لا، الأصل أصل، شو ما يكون الأصلي أصلي. فيقولك الأصل الخشاش يطيح ولا البسر يتعلق. فهني البسر والخشاش معناته الولد الأصل وولد غير الأصل. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.